دوري الممتاز بيه يا كابتن، مباريات كتيره جدا، يمكن عندنا ست مجموعات، خلينا نستعرضهم سريعا. المجموعه الاولى كيمه اسوان بيتعادل مع المدينه المنوره بهدف لكل فريق، وسكر نجع حمادي بيخسر بنتيجه 0-1 امام اسوان. مكه المكرمه بيتعادل ايجابيا امام انا، وشبان المراغه بيخسر بنتيجه 0-1 من نادي المراغه. شبان انا بيخسر بنتيجه 2-3 من سوهاج، وغرب سهيل يتفوق بهدف على الالومنيوم. الاقصر بيخسر بنتيجه 0-1 من النصر للتعدين. نروح للمجموعه الثانيه، ومغاغه بيخسر بنتيجه 0-1 من الولاديه، بينما يتفوق الفيوم بهدف مقابل لا شيء على النصر الفكريه. الوادي الجديد بيتفوق بهدف على الوسطى، وبني سويف يتعادل سلبيا مع بترول اسيوط. ملاوي بيخسر بنتيجه 1-3 امام صملوط، ومنفلوط يخسر بنتيجة كبيرة من الأسيوطي بنتيجة 4-0. منية الحيد بيخسر بنتيجة 0-1 من سانورس. المجموعة الثالثة، حلوان العام بيتعادل إيجابيا مع النصر بهدف كل فريق، والسكة الحديد بيخسر بنتيجة 0-1 أمام الترسانة. الشمس يتفوق بهدفين مقابل هدف وحيد لسكر الحوامدية، والبلاستيك يتأخر بهدف مقابل هدفين لبهتيم. ونجوم المستقبل يخسر من الاتصالات بهدف مقابل لشيء، ومياه القاهرة يتعادل سلبيا مع الإعلاميين، وشباب طوخ يتعادل إيجابيا هدفين لكل فريق امام الشرقيه للدخان. المجموعه الرابعه، دمياط بيتفوق بثلاث اهداف مقابل هدفين لغزل دمياط، وفقوس بيخسر بنتيجه 2-3 امام المريخ، ونجمة سينا بيخسر امام منتخب السويف بهدف وحيد، وكهرباء الاسماعيليه بتعادل سلبيا امام الشرقيه، بينما تفوق اسمنت السويس بهدفين مقابل هدف وحيد لغزل السويس، والشهداء بهدف امام اجا. المجموعة الخامسة، بلدية المحلة بيتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق أمام نابرو، وبني عبيد بيتعادل سلبيا مع المنصورة، والزرقاء بيتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق أمام بلقاس، وسرسل الأيام بيتفوق بهدف مقابل لا شيء لغزل شبين الكوم. شربين بيتفوق بهدفين مقابل هدف وحيد لطنطا، وكان معنا كابتن رضا عبد العال منذ قليل مع كابتن شوبير، وجمهورية شبين بيتعادل سلبيا أمام سمنود. بنها بيخسر بنتيجة 0-1 أمام ديكرنس. المجموعة السادسة والأخيرة، كفر الدوار بيتفوق بهدف مقابل لا شيء لكفر الشيخ، وابو قير بيتفوق بثلاث اهداف مقابل هدفين لسكه حديد طنطا. الحمام بيتفوق بهدفين. النصر على فكره النصر كسب 1-0 ما تعادلش، النتيجه اللي عندي دي غلط. النصر كسب حلوان العام 1-0 وتصدر المجموعه، دي مش غلطتك. اوكي ماشي نكمل. كفر الدوار وكفر الشيخ قلنا هدف مقابل لا شيء، وابو قير بثلاثه لمقابل اثنين لسكه حديد طنطا. كوم حماده هدف، والزعفران هدفين. العبور يتعادل سلبيا مع دمنهور، ومياه البحيره ايضا مع مطروح. الاولمبي بيخسر نتيجه 0-2 من ماليه كفر الزيات. عايز اقول لك بس ان مباراه الحمام والضبع حصل فيها مشكله كبيره جدا، وانه المباراه بعد ما خلصت الحكم كتب تقرير والمراقب كتب تقرير، ولجنة المسابقات بالأمس اجتمعت واحتسبتها 2-0 لصالح فريق الضبعة، وفريق الحمام عمل اعتراض وبيهدد بالانسحاب من المسابقة، لأنه بيقول إنه ما حصلش مشكلة خالص في اللقاء، وهيطرح هيعمل ده لجنة التظلمات، ولجنة التظلمات هتجتمع قريب جدا في خلال 4 سنوات، لأنه إحنا ما عندناش لجنة تظلمات، فإن شاء الله هتجتمع بعد 4 سنوات عشان تقرر بإذن الله. ده اتفاق ده يا كابتن. إن شاء الله. لا متفائل جدا يعني الحقيقة.